شهدت العلاقات المصرية التركية توترا تاريخيا عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013 في أعقاب مظاهرات شعبية حاشدة. لم تتخذ تركيا حينها موقفا محايدا، بل وصفت ما حدث بالانقلاب، ووفرت بعدها ملاذا آمنا للعديد من قيادات تنظيم الإخوان الذي تصنفه السلطات المصرية تنظيما إرهابيا. كما زادت حدة التوتر بعدما انطلقت من الأراضي التركية قنوات تلفزيونية ومنصات إعلامية معادية للسلطات المصرية، وتصاعد الخلاف أكثر حتى سحبت كل من تركيا ومصر عام 2013 سفيريهما لتجمد العلاقات بينهما لعشر سنوات. نتابع. الخلافات المصرية التركية استمرت حتى لاح في الأفق تحول إيجابي بعد إجراء مصر وتركيا في مايو وسبتمبر عام 2021 أكثر من جولة لمحادثات استكشافية بينهما بشأن الأزمة. وفي يونيو 2022 زار وزير الخارجية والمالية التركي نور الدين نباتي القاهرة للمشاركة في الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، وكان أول وزير تركي يزور مصر منذ 9 سنوات. وفي 23 من أغسطس من العام نفسه انطلق اجتماع نظمته وزارة التجارة التركية في القاهرة بين رجال أعمال أتراك ومصريين، وسط ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 85% خلال فقط الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021. مسارات التشاورات والتقارب تلك ترجمت فعليا بقمة تاريخية عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش مونديال قطر أواخر نوفمبر من العام الماضي. تلك القمة عدتها الرئاسة المصرية آنذاك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتواصلت التصريحات الإيجابية المرحبة بدفع العلاقات لمستوى أكبر بين البلدين، وتوجت عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا باتصال من الرئيس المصري بالرئيس أردوغان، ثم تبعها زيارة وزير خارجية مصر سامح شكري لأنقرة في 27 من فبراير الماضي مع توالي إرسال القاهرة مساعدات إغاثية وإيوائية وطبية إليها، ليزور بعدها وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو القاهرة الشهر الماضي. شاويش أوغلو توج التقارب بدعوة وزير الخارجية سامح شكري لزيارة العاصمة التركية أنقرة الخميس المقبل. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.